وينضم إلينا الآن من جنيف الدكتور ماجد أبو رمضان وزير الصحة الفلسطيني. دكتور ماجد، مساء الخير. مساء الخير يا فندم. أولا نقدم كل التعازي في شهداء فلسطين وفي المجازر التي تحدث هناك، والتضامن الكامل من الشعب المصري والقيادة المصرية. نحن كشعب فلسطيني نشكر لمصر وقيادتها رئيسا وحكومة وشعبا وكافة الأطراف المبادرة العظيمة التي تقوم بها لإسنادنا، ونتقبل عزاءكم، وهو عزاء مشترك، لأن الشعب الفلسطيني والشعب المصري هو شعب واحد. وأكبر دليل على الغطرسة الإسرائيلية أنها في خلال المذابح التي تقوم بها في رفح خلال الأيام السابقة، وهذا استمرار للعدوان المستمر منذ 7 و8 أشهر، وأنهم اليوم أقدم أيضا التعازي للشهيد المصري البطل الذي استشهد على الحدود في رفح. نعم. دكتور ماجد، بالنظر إلى الوضع الصحي يعني المأساوي في قطاع غزة، إلى أي مدى تنظرون إلى مخرجات اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب بخصوص الوضع الكارثي في قطاع غزة، ويعني إمكانية المساندة العربية لفلسطين في مجال قطاع الصحة؟ يعني قطاع الصحة تدمر بالكامل تقريبا، أكثر من 80% من المستشفيات والمراكز الرعاية الأولية دمرت، وقتل من أطبائنا وتمريضنا والعاملين الصحيين الآخرين أكثر من 500 شخص، وهذه كارثة كبرى. نحن ننظر لما جرى بالأمس في اجتماع وزراء الصحة العرب على أنه كامل الدعم لفلسطين، وهذا تقوده جمهورية مصر العربية، ونحن نشكر لمعالي وزير الصحة والسكان المصري ما قام به ويقوم به لإسناد وزارة الصحة الفلسطينية والشعب الفلسطيني. نحن نأمل كما قامت مصر باستقبال ضحايا العدوان من جرحى ومن مرضى تقطعت بهم السبل وفقدوا سبل علاجهم، أن يستمر هذا الدعم باستقبال مرضانا وجرحانا، وأيضا أن يتم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وخصوصا في الفترة الحرجة الأولى. بعد ذلك نأمل أيضا في مساعدة جمهورية مصر العربية والأشقاء العرب جميعا وكل الدول الصديقة بإعادة تأهيل وبناء القطاع الصحي الفلسطيني، وهذا سيأخذ أشهر وأيضا سنوات، ولكن نحن واثقون ما دامت مصر بجانبنا وما دام الإخوة العرب بجانبنا، نحن واثقون من أننا سنعيد بناء القطاع الصحي الفلسطيني مرة أخرى وسننهض من الرماد. نعم، أشكرك جزيل الشكر معالي الوزير الدكتور ماجد أبو رمضان وزير الصحة الفلسطيني، كنت معنا من جنيف.